وأهلا أهلا بالجميع. اليوم بسوي معاكم ميني تارت بحشوات لذيذة ومختلفة بطريقة جدا سهلة وما تاخذ وقت. عندي هنا تارت حلو جاهز، وجهزت الحشوات. عندي هنا اللوتس، جوز الهند والفستق. طبعا ذوبت الصوصات شوي بالميكرويف عشان يسهل علي توزيعها. عندي هنا زبدة الفستق وحطيت شوية من شرائح الفستق، وهنا كريمة جوز الهند أضفت لها رشة من جوز الهند المبشور، وهنا وزعت كريمة اللوتس مع بسكويت لوتس مطحون، وقررت أني أضيف الكراميل مع رشة من جوز البيكان. وبكذا انتهت الحشوات، أدخلها الثلاجة تبرد وتتماسك. للتغطية عندي هنا شوكولا بالحليب خام، أضيف لها كريمة خفق وأدخلها للميكرويف تذوب تماما. بعد ما ذابت وبردت شوي حطيتها بكيس حلواني وأبدأ أصبها على الحشوات. وبعد ما غطيتها كلها بالشوكولاتة أزينها، زينتها جزء منها بالورد وجزء منها بجوز الهند المحمص، وتركت الباقي سادة. والتزيين على حسب رغبتكم أكيد. أدخلها الثلاجة تبرد وتتماسك الشوكولاتة تماما. هنا عندي بعد ما رتبتها بصحن التقديم، جدا لذيذة وسهلة وبسيطة وما تاخذ وقت وفخمة بالتقديم. جربوها وبالعافية عليكم.